كما ذكرت الآن أن القرآن كله مؤثر. هناك آية، الآيات طبعا كثيرة، وحتى سبحان الله كل مرحلة يمر بها الإنسان ممكن تكون هناك آيات يعني تؤثر فيه في تلك المرحلة. يعني أنا مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، كنت أقرأها في الصلاة وأسمع الناس يبكون وأنا لا أتأثر كثيرا بها. ما توفي الوالد رحمه الله في عام 26 ثم قرأت الآية بعدها لا تأثرت كثيرا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.